مرحبا بكم البنات. في هذا الفيديو راح نعرض عليكم تشوفوا معنا، راني دخلت هذا الريستوران او المطعم في الرغايات الجزائر، ودوكا ان شاء الله راح يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونيش باللايك وجيم. شكرا لكم، ابقوا في المتابعه وفرجه ممتعه. En fait, je sais pas qu'est-ce que je veux manger. Eh ben, on va manger ce qu'on va manger. Moi, je veux manger des poulets et des fruits. Alors, tu vas manger deux méchouis et des frites. Quoi? Eh oui. C'est quoi un méchoui? Un méchoui, c'est une espèce de viande, une sorte de viande. De poulet? Grillé, voilà. Poulet. Mais non, moi, je veux poulet. Eh ben, c'est trop tard parce que moi, j'ai choisi la viande. Moi, j'ai choisi le poulet. Moi j'ai choisi le méchoui, j'ai choisi la viande. Méchoui. Hein? J'aime pas les trucs verts. Ce sont des salades. J'aime pas. فوالا البنات، باش نحكي لكم حكايتي مع عصير الليمون او جو دو سيترون. هذا اللي شريته من ديستريبيوتور من البيتزيريا في طريقي، على خاطرش سما كوتي ريان كو 15 دينار، واحد 1500. و فرانشمون سي فلوب، يعني جي با ايمي، ماشي مليح كامل، قاصح بزاف وما فيهش كامل، غيان ني سوكرو ني غيان، باهت ما عجبنيش، ما فاتش فيا لي خدش عندي القهوميه. من بعد جي دوموندي جو دو سيترون في ميزون، ايل مولون بريباري، يكثر خيرهم هنا في هذا المطعم او الريستورون في الغايه. بريباراو لي هاد لا بواسون لي هي جو دو سيترون في ميزون. فرانشمون عجبتني بزاف، حاجه فريش، فلفل فري فريمون فري، وثان فرانشمون تحت القهوميه كامله. هذه كيما راكم تشوفوا لو بلا تاع تاع المشوي، ما كاش اللي ما يحبش المشوي بيان سور، لا فيوند بيان غريي ما شاء الله بكلش بتاويلو. وثان عندنا كوموندي طابسي فريت وسالاد ودي بواسون والما بيان سور، وهذه هي دونك الريستورون. حنا نهضر لكم عليه شويه من بعد، نخليكم في هذا المتابعه تاع الفيديو، من بعد نحكي لكم شويه على هذا الريستورون جاي في الغايه. بيان سور هما اكيد يخرجوا على برا كامل باش ينفيتي وباش يجيبوا ليهم اي بوغ اتيري لي كليون. هما يخرجوا على برا ولي سيرفور يعني اون بيرسون، هما يبقاو يقول لك لا فامي جوزوا لهنا جوزوا لعندنا تفطروا. حتى كاين حنا طلعنا في البروميير ايطاج، دونك كاين كل شيء متوفر، يا غيان ادير. راح نهضر لكم على السلبيات وعلى الايجابيات اللي في هذا المطعم باش تعرفوا عليه اكثر. فوالا وشنو هو لو نوم، ما حكمتوش مليح لانه كي سجلت انا الفيديو ما حكمتش اسم المطعم. وعلى كل حال كاينو في الغايه، باش نكون معاكم يعني صريحه بزاف، ما حش نخرط ولا نزيد ولا نقص في الهضره. الحمد لله انا كي بديت الفيديوهات تاعي بديتهم بالمصداقيه، وراح نبقى في المصداقيه ان شاء الله. ما كاش كيما النيه، مولا النيه يربح. دونك فوالا باش نحكي لكم شويه على الماكله ديالهم. اكيد في المطعم او في الريستورون تقام لك اكثر من اللي تشري وطيبي في الدار، مي بور لو بليزير ماشي خساره. والحياه اللي راح نعيشوها خطره ماشي زوج، وفو فيغ بليزير، فو بخون بليزير، فو سافوار فيفغ اوسي، اي بوكوا با حاجه ما تغيضك في روحك وفي عمرك. فوالا دونك الحاجه الحقيقه يعني فرحت انا وصافي بليزير بور مون فيس اللي حبوا ياكلوا برا. انا طمونديت تاكوس كما راكم تشوفوا، يقسموه لك على زوج ماشي كيما فرنسا، وتان بلي صوص كامل واش تحبي. وليدي هنا راهو يطلب التاقه وهنايا كانوا ياكلوا فرحانين ولعبوا. و فوالا دونك تشاجر خفيف ظريف،
من بعد المفاهمه هذه الام ديالي ربي يطول في عمرها. دونك ريستو باش نحكي لكم عليه. كما راكم تشوفوا في الديكور ما شاء الله دايرين هادو جونغ لي كادغ اللي حاطينهم تاع الماكله ايتو. كما راكم تشوفوا سا دون في دو مانجي ساو لا بيتي. من حاشاكم لي تواليت اول مرحله متوفر على كلش الماء صابون كلشي فوالا. وعندكم مرايه وثان كاين كلشي الكراسة كاين البعض اللي الفتيات اللي من جهه اللي من هي مكسرين كاين. دونك نتوما خذوا حذركم شوفوا واش تختاروا. وكاين طوابل اللي بوجوا وحدهم هذا هو النقطه السلبيه اللي كاين نيفو تاع لاكوي. فرانشمون لاكوي 100% بيان. عندكم طاقه تطل على النافذه من جهه الشارع هنا تشوفوا كل شيء تحبوا تسمو تشموا الهواء ولا شي حاجه المهم. وفوالا دونك كاين كلش متوفر لاكوي ما شاء الله يا غيانا دير. هذه هي دونك كيما راكم تشوفوا الديكور عجبني بزاف بزاف بزاف. هنا وليدي دوكا صايي عمر كرشو حب يروح بالكم دراري مقلقين اكثر من الكبار. وفوالا دونك حبي يقول لي هذو لي زاسيات او هاد الصحون اللي هي على شكل يعني ديكور. قال لي يعني ديفوزاسيات. قلت له لا لا كي مسيتهم لقيتهم سي سي با ديفوزاسيات دي فري زاسيات حاطينهم تاع الطين مشبحينهم الله الله ما شاء الله. دونك راني رايحه نخلص ونقول لكم فوالا سي فوزات سي فو فيني او بلاد يفو بروفيتي لا فامي اي تو. النقطة اللي نعطيها للمطعم 7/10. نشكركم على المشاهدة واللايك.